السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله، اليوم محاضرة اليوم نبدأها اللي هي رايحين إن شاء الله نكمل مع Simplified Implementation اللي شفناه في المحاضرات السابقة، راح نكمله. اوكي، طبعا we use this the path that we discussed in the previous lectures. Okay, today we will try to find how to add this control functions, control signals. Okay, طبعا this implementation هو قلنا covers subset of the MIPS instruction set. Why subset? Okay, هي تشمل اللود وورد والستور وورد، طبعا هذول قلنا عنهم شو حكينا عنهم، ميموري ترانسفير انستراكشنز. اوكي، والبرانش انستراكشن اللي هي كفرز ذا برانش ايكوال انستراكشن، والاي ال يو انستراكشنز الاد والسبتراكت والاند والاور والست اونلس ذان. طبعا النور راح نشوف نخليها لبعدين لدورها بعدين، مش وقتها، مش هون النور. تمام، والجمب ويل بي انكلود ليتر، راح نخليها الجمب لبعدين. اوكي، طبعا for these instructions راح نشوف نستخدم ال ALU okay for different purposes. مثلا على سبيل المثال okay load will store function ال ALU will be used to add ايش؟ ها؟ ال offset لل base register, contents of the base register to find the location of memory where we want to store the value in the case of store instruction, or from where we want to load the value. هذا الحق في الداتا ميموري طبعا. To load it into the ايش؟ في اللود instruction. طبعا ال ALU كمان تستخدم ل subtraction مشان البرانش، لانه بتعرفوا اس وال RS وال RT نطرحهم نشوف حسب ال result. اذا كان زيرو معناته بكون ايش؟ متساويات، والا بكونوا مش متساويات. Based on this will ايش؟ The zero flag will be set or reset. الآن بالنسبة لل R type function، okay، لحالة ال ALU تعتمد على، بالإضافة لل operation code تعتمد على function field. تعتمد على إيش؟ على function field. راح نشوف إن شاء الله التصميم بشيء من التفصيل كيف يعني كيف نحصل على control signals. الآن شوفوا معي هذا التابل، okay، اللي هو الـ ALU control. اوكي، باي ذا واي لاحظ من شو بنقول، نقول ALU has four unencoded control inputs. لاحظ unencoded لانه لو انهم كانوا encoded 2 bits بكفي، يعني 2 bits بيعطوني مظبوط، يعني مثلا اربعه، لاحظ هي اربعه بس unencoded. اوكي، نقول unencoded لانه only بقول لك 6 of the 16 possible input combinations are used. اوكي، اذا مستخدم قديش هون فقط؟ ستة، لأنه عندنا 16 كومباينيشن ممكن يحصل له أربعة بتس. أوكي، إذا we use four control lines. لاحظ and we define، خلينا نعمل البوينتر، set the pointer options visible. So we use four control lines for the ALU. راح نشوف طبعا how we generate them. Very important to note to see how we generate these control lines. And we define only six combinations out of these. لأن الفور في عندي 16 combination، فقط بستخدم أنا منهم ستة. الآن راح نستخدم خمسة فقط، والنور راح ندشر نشوفها لبعدين. لأن استخدام إيش؟ استخدام آخر. فلاحظ إذا الكومباينيشن 000 اللي هو ديسيمال 0، والكومباينيشن 00 تذكروا هذول راح نشوفهم كثير هلا كمان شوي ان شاء الله. 0001 اللي هو الكومباينيشن ديسيمال 1 للاور، ال2 ديسيمال 2 يعني 0010 ديسيمال 2 للاد اوبريشن، و0110 ديسيمال 6 للسبتراكت، والديسيمال 7 ل0111 للست اونلس ذان اوبريشن، وال12 لل1100 للنور. اوكي، اذا هاي الكوز استخدامها الصفر والواحد والاثنين والستة والسبعة، راح نستخدمهم للأوبريشنز هذولا. اوكي، طبعا depending on the instruction class، لاحظ
based on the instruction class حسب نوع التعليمة راح نستخدم الـ ALU إلى تنفيذ طبعا أحد الوظائف الخمسة اللي شايفينها هنا، لأنه زي ما حكيت إنه النور راح نشوفه إيش نشوفه فيما بعد. أوكي الآن بدي أشوف كيف how we generate these controls. It's very important to generate these ALU control lines signals. Okay. To generate these 4 bits, by the way, اللي هم سميهم ALU control input. سميهم إيش؟ ALU control input. We need 2 control units. One main control unit. One main control unit. One small control unit. إذا لاحظ we need 2 control units. By the way, this we call it multiple level encoding. We call this very important. إله فوائد حنشوفها كمان شوي إن شاء الله. إله فوائد المالتي ليفل، okay, multiple level decoding. Okay. لاحظ في عنا main control unit. طبعا it receives the input from 6 bit operation code اللي هم بيت 26 ل 31. اوكي الان this will generate control signals. راح نشوف طبعا control signals في عندنا تقريبا 7 control signals راح تطلعهم، بالاضافه 2 لاحظ هون 2 control bits راح نسميهم ALU up 1 و ALU up 0. اوكي these 2 bits by the way لاحظ ها من هنا اخذناهم من المين كنترول يونت مع الانستركشن فيلد، مع الفيلد الفانكشن فيلد اللي هو بالانستركشن اللي هو البتس الاخر بس 0 ل 5 اولانيات، تذكروا حكينا عنهم لما اخذنا الاد، قلنا الاد بتكون 0 0 0 بالانستركشن هنا، وبتكون ايش؟ بتكون 32 قلنا بالايش؟ بالفانكشن فيلد، اكيد متذكرينها بعدكم. اوكي الان هاي الكنترول يونت بتكون عنها سمول كنترول يونت. اوكي اذا زي ما احنا شايفين الانبوتس للمين كنترول يونت، الاوت عباره عن كنترول سيجنال، راح نشوفهم بالتفصيل طبعا ان شاء الله كل واحد شو، وين ات از سيت، وين ات از يعني اسيرتد، وين ات از نوت اسيرتد. اوكي ف واضح هون اذا، ففائده لاحظ الاي ال يو اوب 1 والاي ال يو اوب 0 هذول تو بس مهمه جدا. اوكي فور جنريتنج ذا ايش، راح نشوف طبعا هذول مع الفانكشن فيلد راح نشوف في تيبل بيستخدموا ايش فور ذس تو جنريت ذا 4 بت ال يو كنترول انبوت اللي اياهم اللي هذول اللي شفناهم هون 000 مشان الاد 0001 مشان الاور 0010 للاد كي 0110 سبتراكت و7 لايش قلنا السيت اون ليست. الان اذا جنريت 4 بت ال يو انبوت كنترول الآن these two bits by the way okay these two bits okay اللي ALU up 1 واللي ALU up 0 okay لما يكونوا 0 0 okay راح يعطوني ايش الاد operation for the load word and store word. اذا 0 0 تعطوني ايش الاد operation للload word والstore word اللي هو مشان ايش تعمل addition ل الاوفست مع ايش مع البيز register. لما يكونوا 01 حيكونوا ايش for subtract operation. ليش for subtract؟ طبعا branch equal. اذا ولما يكونوا 10 راح نشوف طبعا ال 10 في حاله ال 10 نستخدم الفانكشن فيلد في الحاله هاي عشان نحدد شو الاوبريشن. الان نميز ما بين الاد، لاحظ صار عندنا اد خاصه للود وير والستور وير، واد ثانيه مشان ايش الار تايب instruction مشان الار تايب instruction. Okay, this is we have to distinguish between these two things. الآن ال 1-1 not used, unused. وهذا راح يفيدنا ال 1-1 وراح نذكركم فيه كمان شوي إن شاء الله أما المحاضرة الجاية، إنه ال 1-1 it is unused. ها إحنا نعرف دائما شيء unused ممكن نستخدمه ك don't care، وأي شيء don't care ماله ساعدنا في عملية إيش؟ عملية تبسيط. كيف ساعدنا في عملية إيش؟ تبسيط. Okay. إذا الأوتبوت لاحظ هذا هنا الأوتبوت of the small control unit
ممكن نسميه طبعا سميناه هنا ايش؟ الاي ال يو كنترول يونت. اوكي اي ال يو كنترول بنسميها الاي ال يو كنترول يونت هنا كنترول انبوتس. اوكي اوكي الان اذكركم شيء سابق مر معنا انه اللود والستور انستركشن يوز ذا اي ال يو تو كومبيوت ذا ميموري ادرس باي ادينج ايش؟ اوفست تو ذا بيز ريجستر. حكينا اكثر من مره مشان ايش؟ ما ننساها، لان راح نشوف كمان شوي الكود. اوكي لما نعمل جنريشن للكنترول سيجنالز الار تايب انستركشن بتستخدم ال ال يو مشان ايش؟ تو بيرفورم اد اوبريشن سبتراكت الاند الاور والست اون ليس ذان والبانش ايكوال ذان زي ما قلنا مشان ايش؟ مشان عمليه سبتراكشن. اوكي مشان ايش نحدد انه هل انه النكست يعني الادرس حيكون بي سي ولا بي سي بلس 4 ولا حيكون ايش تارجت ادرس. اوكي الان خلينا نشوف الـ ALU control. اوكي this figure shows فرجينا how the ALU control bits are set. لاحظ الـ ALU control bits how they are set. تذكروا اوكي هاي الاشياء هلا شفناها حكيناها اوكي حكينا عنها اوكي ذكر قلنا الصفر والاثنين والستة والسبعة والاثناعش النور قلنا لبعدين ذكرون هذول اوكي قلت لكم ذكرون وين رايحين ايش؟ هاي مرينا عليهم اوكي اذا فرجينا هاو ذا ALU control bits are set depending on the ALU operation. لاحظ depending on the ALU operation control bits and also different function calls of the function. لاحظ function field مش مستخدم طبعا بالload world ولا بالstore world ولا branch equal فقط استخدم ايش قلنا مع ال R type instructions okay. إذن الoperation لاحظوا عن الopcode مع ال ALUop 1 وال ALUop 0 حددوا لي ايش هنا ال ALU control input okay. فهذه هاي ليس دونت كوير طبعا دونت كير طبعا هنا بالنسبه للود وير والستور وير نعرف الكود تاعهم اوكي 34 35 35 43 2 واوا اوكي هاي الكود تاعهم فشفنا طبعا بنذكركم مره اخرى when the ALU op code is 00 لاحظ or 01 شو اللي بصير عندنا هنا the desired ALU action does not depend on the function field. مشان هيك حطينا ايش هنا؟ حطينا عليهم don't care. يكون 00 أو 01. حطينا عليهم don't care. الآن فالdon't care راح يفيدونا في عمليات ايش؟ في عملية التبسيط. اوكي راح نشوف انه راح يفيدنا في عملية ايش؟ عملية التبسيط. حكينا قبل شوي انه المالتيبل ليفل انكودنج اوكي مالتيبل ليفل اوكي استخدمنا احنا المين كنترول يونت استخدمنا كمان السمول كنترول يونت سموه قلنا مالتيبل ليفل ديكودنج اللي ناتج طبعا من الانكودنج طبعا نتيجه الانكودنج اوكي له تو ادفانتجز مهمات فائدتين مهمات اول فائده انه استخدام المالتيبل ليفلز اوف كنترول المالتيبل ليفل اوف كنترولز اول شيء signals من ال main control unit بعدين من ايش من ال small control unit okay reduces the size of the main control unit بقلل لي ايش من ال size of the main control unit لان تصور معي لما انه كلهم يكونوا function field مع ال opcode field مع ال tool op ال op ALU op ALU operation 1 وال operation 0 كلهم ك input صعبة تكون كثير الانبوتس فعملنا ايش مالتيبل ليفل ديكودينج مشان ايش؟ في الحالة هاي ريديوس ذا سايز اوف ذا مين كنترول يونت ذيس ذا فيرست ادفانتج انذر ادفانتج يوزن سيفرال
smaller control units لاحظ المين صارت اصغر، وكمان نفس الشيء الاليو control unit كمان صارت ايش اصغر. اذا استخدام several smaller control units may also potentially يعني increase the speed of the control unit. The potential may increase the speed of the control unit. وهذا احنا بدنا اياه دائما، السبيد مهمه جدا بالنسبه لنا. اوكي؟ وهذول يعتبروا optimizations، نوع من optimizations، وهذا الoptimization طبعا مهم، it's very important. اوكي؟ لانه باي ذا واي في الشكل عام انه دائما we can say that انه الكنترول يونت is often performance critical. اذا يعني اداءها مهم جدا لاداء ايش؟ السيستم ككل. It's critical. اوكي؟ طبعا في عندنا اكثر من طريقه باي ذا واي لاحظ تو عمليه مشان نعمل ايش؟ تو امبلمنت ذا مابينج فروم ذا تو بت اليو اوب كي فيلد اند ذا 6 بتس اوف ذا فانكشن فيلد. في اكثر من طريقه، طرق متعدده تو ماب ذيس تو بتس مع 6 بتس هذولا كي تو ذا اليو الفور اوبريشنز كنترول بتس. كي عملية المابينج هذول محاد لهذول، في عنا طرق متعددة. طبعا لاحظ هنا بما أنه عندي هنا 6 bits okay. ف small subset طبعا of the 64 possible values with the function field are used. فلما يكون عندنا 6 okay. يكون عندنا 6 bits طبعا we need ايش؟ في عندنا 64 combinations with truth table. It's important to note this thing. Okay. ولذلك we need only, since we need only small subset of these 64 possible values of the function field. الحالة ايش طبعا؟ دي في حالة لما يكون عندنا، لاحظوا هنا ال ALU 1 0. Okay. نستخدمهم. Okay. نستخدم ال function field. Okay. في الحالة هي طبعا we must do some other way. Okay. Then we need small logic. فقط we need small logic actually to recognize ايش the subset. Only to recognize these things. ما بدي بان في داعي اني استخدم ايش truth table 64 combination. عندي 6 fields 6 bits هنا. Okay. Then we need small logic to recognize the subset of possible values and cause the correct setting of ALU bits and cause create the correct setting of the ALU bit. Okay. وشوفنا تكنيكس، بتذكروا زمان يعني لما اخذتوا 220 شوفنا تكنيكس لما صممنا الكومباريتر مثلا على سبيل المثال، كيف كنا نستخدم كي تكنيك الادر فور الادر او الفور بت ادر، كيف استخدام الفول ادرز وهكذا. Okay. اذا we design small لاحظ logic to recognize the subset. Okay, the subset of possible values اللي هم هذول الموجودين عندنا and cause the correct setting of the ALU control bits. الآن to design the needed logic لاحظ راح نشوف truth table for the interesting combination. فقط أنا بدي interesting combination، ما أخذ كل truth table، أخذ اللي فيه إيش 64 combination للfunction field. Okay. فقط بدي أخذ إيش فيه combinations اللي بتفيدني، اللي كيف بتفيدني في عمليه اني كيف احصل على ALU control inputs. اوكي هذا التيبل هون عندنا. لاحظ طبعا التروث تيبل اوكي فور، لاحظوا هنا الفور اوبريشنز يعني اوبريشن، اخذنا الاشياء المفيده بالنسبه لنا. اوكي لاحظ 00 كومباينيشن، ليش 00 كومباينيشن؟ قلنا تذكروا مشان ايش؟ اللود والستور، مشان اللود والستور. الان تذكروا كمان قبل شوي قلنا انه ال 11 ها ات از ان يوزد، مشان هيك فال 11 راح نشوف راح نستفيد من هاي الخاصية not used. اوكي ولذلك لاحظ
طبعا ال 01 هو انا مثلا على سبيل المثال اوكي حطينا بقدر احط انا دونت كير لان ال 1 مش نوت يوزد اوكي. ال 10 كمان هون نوت يوزد بقدر احط ايش كمان 1 دونت كير نفس الشيء هون 1 دونت كير اوكي. فلاحظ هنا ال 1 هون طبعا هي عباره عن ممكن تكون 0 1 اوكي هون 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 اوكي. اذا الانبوتس ار ذا الي اوب لاحظ الانبوتس الي اوب 1 والي اوب 0 وايش والفانكشن كود فيلد اوكي. ركزوا معي اوكي. شفنا هنا دونت كير في عندنا سم طبعا ايش هنا زي ما شايفين سم دونت كير انتريز هاف بين ادد اوكي استخدمناهم اوكي. حكينا زي ما حكيت قبل شوي انه الالي اوب does not use the encoding 1-1 so عشان هيك التروث تيبل كان contain the entries don't care مثلا 1 don't care لاحظ و don't care 1 بقدر احصل على 1 don't care 1 و 1 ايش don't care لانه ايش قلنا انه ال 1-1 is not used اوكي. الآن هو مبين هون طبعا لاحظ given من الانستركشن تايب من الانستركشن تايب ف 0 0 اوكي 0 0 for load word and store word اوكي طبعا 0 1 for the branch equal اوكي ال 1 0 هذول طبعا ايش مشان الاوبريشنز اوكي مشان ال ALU operation اوكي ال 1 0 مشان ال ALU operation بيعتمد طبعا لاحظ هنا حسب الفيلدز اللي هو اوكي فانكشن كود فور اريثمتيك فال الي اوب طبعا كومبيوتد فروم انستركشن تايب ذس از فيري امبورتنت هذا دائما الي اوب 1 الي اوب 0 من الانستركشن من نوع الانستركشن اللي هم قلنا من وين من الاول 6 بتس اللي هو لوب كود اوكي. فلاحظ بالله هنا عندنا 2 و6 8 لو بدي اعمل تروث تيبل كامل قديش بدي انا كم رو بالتروث تيبل 2 قوة 8 بدنا قديش بدنا 256 انتري ها بعدين ايش وي دونت كير اباوت ذا فاليو اوف ذا ال يو كنترول فور ماني اوف ذيس انبوت كومباينيشنز وي دونت كير اباوت ذيم فقط وي كير اباوت اونلي ذيس كومباينيشنز اوكي سو وي شو اونلي ان ذيس تروث تيبل Okay, this is very important to see that we show only the truth table entries for which the ALU control that for which the ALU control must have specific values must have specific age specific values. We will use this طبعا for practice هذا التكنيك اللي نشوفه of showing only the truth table لأنه truth table طويل ما نقدر نفرجيه كله نشوفه طبعا راح نشوف this practice only we show the values entries that are must be asserted and not showing those that are all zeros or don't care مش راح نشوف اللي كلهم zeros واللي كلهم ايش كلهم don't care. طبعا نعرف كله انه كنا بنعرف عنه بالنسبه للدونت كير اوكي مثله باكس مرات بحطوا دي بعض الكتب اوكي انديكيتس انه الاوتبوت داز نوت ديبند اون ذا فاليو اوف ذا انبوت كورسبوندينج تو ذات كولوم اوكي بتعتمدش على الانبوت اوكي فور على سبيل المثال مثلا زي ما هون عندنا فور اكزامبل وين ذا ال يو اوب بيتس ار 0 0 لاحظ ذا ار 0 0 اوكي في الفيرست رو بين عندنا هنا اوكي سو وي اولويز سيت ذا ال يو كنترول لايش ل 0 0 1 0 0 0 1 0 اوكي بغض النظر عن ايش عن الفانكشن فيلد فاندبندنت اوف ايش اوف ذا فانكشن كود اور ذا فانكشن فيلد ان ذا اوف ذا انستراكشن اوكي طبعا ان ذيس كيس ذن ذا فانكشن كود انبوتس لاحظ function code inputs will be don't cares in this line of the truth table we have for load and for ايش for store نفس الشيء بالنسبة لايش طبعا for branch equal
الآن once the truth table as we see here has been constructed can be optimized إما بالكيماب بالتابوليشن ميثود أو بالسيموليشن تكنيكس في تكنيكس مختلفة كي قدر عمله implementation وحوله لإيش؟ نحوله لجيتس نحوله لجيتس أوكي؟ يعني لوجيك سيركت قمنا طبعا 220 عملية تصميم truth table من truth table كيف أعمل أي function and so far لغاية الآن we have described how to design an ALU that uses the function code لاحظ الآن 2 bit signal إذا function field with 2 bit signals as its control input okay راح نكمل إن شاء الله الديزاين لبقية إيش الـ control signals لا مشان نبدأ okay we identify the fields of an instruction راح نشوف the fields of the instruction okay and the control lines that are needed for the data path okay اللي شفناه طبعا إيش في السابق okay لو كان سلايد كأنه هاي السلايد هنا شفناه هنا بنعمل إيش راح نسمم نشوف control signals إلو okay and the control lines that are needed for the data path we constructed here in this figure okay ماشي تمام okay so to understand how to connect the fields of an instruction لاحظ fields of an instruction to the data path راح نشوف طبعا هذا بالتفصيل ان شاء الله بالسيركت فيما بعد it is useful to review راح نشوف the formats of the three instruction classes the R type and the branch and load okay store instructions راح نشوفهم okay Okay, these are the three, the formats of the three types of the instructions, the R type, load store, and the branch. طبعا شايفين similar fields مختلفة. Okay. لاحظ في انه الملاحظات باي ذا واي مهمه على الانستركشن تايبس هذولا وراح يفيدونا طبعا في عمليه ايش؟ لما جنريشن الكنترول سيجنالز اوكي كنترول سيجنالز ديرايد فروم ذا انستركشن نعرف دائما الكنترول سيجنالز ديبينز اون ذا انستركشن كلاس طبعا الكنترول سيجنالز الار تايب انستركشن تختلف عن اللود والستور تختلف عن ايش؟ عن البرانش وعن الجمب راح نشوف هذا فيما بعد ان شاء الله تفصيل في عندنا مجموعه اوبزرفيشنز ملاحظات اوكي اباوت these formats okay اول ملاحظه انه الاوبريشن فيلد لاحظ also called the opcode always رايحين نرمز له نقول عنه الاوب 0 ل 5 اللي هو البيتس 26 ليش ل 31 هو لانه 5 بس 6 بس سوري بنقول ليش الاوب بين قوسين من 0 ليش ل 5 اوكي يعني بيتس 0 يعني اللي هو 0 1 2 3 4 5 6 بس صار اوكي اللي هو البوزيشن ايش بتبوزيشن بالانستركشن 26 ل 31 اوكي الان الملاحظه الثانيه انه تو ريجسترز تو بي ريد اوكي تو ريجسترز تو بي ريد ار اولويز سبيسيفايد باي ار اس وايش وار تي ار اس وار تي ار اس وار تي في كل ايش في كل الانستركشن تايبس Okay. The two registers to be read are always specified by the RS and RT at positions. لاحظ ال RS طبعا ال RT position 16 ل 20 وال RS 21 ليش؟ ل 25.
طبعاً this for the three types, instruction types. Okay. الآن الـ base register for load and store instructions. الـ base register, لاحظ. For load and store instructions is always in bit position 21 لـ 25 اللي هو إيش؟ الـ RS. ماشي خليه بذهنك دائماً الـ base register اللي هو إيش؟ 21 لإيش؟ لـ 25 اللي هو إيش؟ هو الـ RS. ملاحظات مهمة جداً. في الديزاين راح تفيدنا كيف فيما بعد مشان نعمل جنريشن للكنترول سيجنلز. اذا البيز ريجستر اذا هو ايش الار اس بالنسبه للود والستور. الان 16 بت اوفست اوف فور برانش ايكوال واللود والستور اولويز اللي هو البيتس من ايش من 0 لايش ل 15 من 0 ل 15 اوكي then 16 bit offset with the branch equal load and store من ايش هذا بنسوي load store 0 ل 15 نفس الوزن 0 ل ايش ل 15 اوكي okay. احنا طبعا نعرف انه بالنسبه في عندنا destination register اوكي okay. rd طبعا راح يكون بيعتمد على ايش حسب هل هي r type ولا ايش ولا load instruction اوكي okay. لان بالنسبة للR type instruction okay, نعرف دائما بكون ايش هو it is in bits position 11 لقديش ل 15 11 ل 15 by the way we will use this later on this bit notation مهم جدا نعرف bit positions لكل ايش لكل register يعني ال RS وال RT وال RD okay. مهم جدا نعرف ايش ال bit position تاعه. اذا بالنسبة للload instruction it is in bit positions من 16 ل 20 هو ال RT هو ايش هو ال RT اوكي كمان نحن مشان نقدر نختار الانستركشن الريجستر سوري مشان نقدر نختار الريجستر وي نيد ايش وي نيد مالتيبلكسر مهم جدا ايش المالتيبلكسر اذا بالنسبه لنا مهم جدا اوكي فwe need multiplexer مشان نختار which field of the instruction is used which field of the instruction is used field هذا ولا هذا ولا هذا أي field okay then we need multiplexer select which field of the instruction is used مشان إيش طبعا مشان نحدد register number مشان نحدد register number okay في حالة طبعا ال R type to be written وفي حالة إيش هون كمان نسأل إيش حالة ال load to be written okay طبعا لازمنا مالتيبلكسر وراح نشوف ان شاء الله سيركت كامله فيما بعد مع المالتيبلكسرز اوكي مع الكنترول سيجنالز كل شيء. طبعا بهاي المعلومات اللي مرت معنا هنا الان بقدر انا ايش على المالتيبلكسرز بقدر اضيف ايش ليبلز المالتيبلكسرز Okay, for the right register number input the register to the simple data path. وراح نشوف هذا الحكي طبعا. Okay, راح نشوفه. Okay. لاحظ أضفنا المالتيبلكسرز. Okay, this multiplexer هنا عشان الرايت. Okay, شوف كيف هنا الانستركشن. Okay. Register destination, okay, okay. إذن في هذا الشكل شايفين إحنا هنا الإضافات تاعي plus ALU control block. لاحظ أضفنا ALU كمان control block, okay. ALU control block, okay. The right signals. شفنا the right signal for state elements. في عندنا رايت لاحظ ريجستر رايت اوكي في عندنا ميموري رايت اوكي راح نشوف الكنترول سيجنال بشيء من التفصيل اوكي كمان ذا ريد سيجنال فور داتا ميموري في عندنا ريد سيجنال داتا ميموري ميموري اوكي ذا ريد سيجنال فور داتا ميموري اند ذا كنترول سيجنالز فور اول فور اول مالتي بلكسر لاحظ مالتي بلكسر عندنا كم مالتيبلكسر هنا؟ 4 1
اوكي 2 3 4 ملتي بلكسرز. اوكي كمان في عندنا راح نشوف في عندنا 7 بالاضافه لل 2 ال يو اوبس كنترول سيجنالز، في عندنا كمان ايش 7 كنترول سيجنالز، في عندنا 7 كمان كنترول ايش سيجنالز بلس 2 ال يو اوب، صار عندنا ايش 9 كنترول سيجنالز ار جنريتد باي ذا مين كنترول يونت، جنريتد باي ايش باي ذا مين كنترول يونت. اوكي اذا نلاحظ هنا في عندنا ذس از، خلينا ناخذ الكنترول سيجنالز، في عندنا ريجستر ديستنيشن از 1 بت، ريجستر ديستنيشن اختار طبعا اوكي ما بين بالنسبه للرايت هنا هل ناخذه الار دي، لحظه هل هنا الارقام بتفيدنا، تذكروا هنا الارقام ريجسترز بحط شو ريجستر اوكي، هل هي مشان اللود اخترناه من 16 ل 20 او ايش الار دي ريجستنيشن اوكي ريجستر ديستنيشن بحدد شو ريجستر ايش ديستنيشن. في عندنا ناخذهم طبعا هنا في عندنا ريجستر رايت كمان مشان انيبل انيبل رايتنج، لما نكتب انه ايش لازم الريجستر اي شود بي اسيرتد سيجنال اوكي، راح نشوف طبعا هذا الحكي كل كنترول سيجنالز هاي بالتفصيل راح نشوفهم اوكي قيمهم كل قيمه شو تعني اوكي It's very important we'll see this in details اوكي later on ان شاء الله اوكي we have طبعا هنا 1 كمان بت، اذا لاحظ كل المالتيبلكسر اللي عندنا عباره عن 2 to 1 line multiplexers 2 to 1 line multiplexers، اذا بحاجه لايش 1 control signal، بحاجه ل 1 control signal كذا، لاحظوا كمان عندنا 1 control signal مشان عمليه نختار اوكي شو نختار لا ايش لا هون نختار مشان البرانش ايكوال sign extended مشان sign extended او نختار ايش read register 2 مشان الار تايب انستركشن، لانه الار تايب بدها ايش بدها 2 registers اوكي. وطبعا these are two bits حكينا عنهم اوكي، memory read حكينا عنها كمان هنا والميموري رايت اوكي والميموري تو ريجستر، لاحظوا في عندنا ميموري تو ريجستر اوكي، بده يختار هل لاحظ بده يختار انه الار تايب انستركشن مشان نودع الديستنيشن ريجستر الار دي، او يختار ايش هنا من الـ من الداتا ميموري مشان اللود انستركشن مشان اللود انستركشن. This is just the memory write. Then this the one bit كمان بده يختار زي ما قلنا مشان هل ناخذ ال PC plus 4 next instruction كادرس لل PC او نختار ايش؟ target لل branch instruction. Okay. طبعا في نشوف ال function ك informally بعدين نشوف كيف how we set this. Okay. كنترول سيجنالز يعني رايحين طبعا لما نحكي بالنسبه للست يعني نشوف كيف نحط 0 او 1 او دونت كير، في بعض الاحيان راح نشوف بعضهم انه مش مهم سواء كان 0 ولا 1، في الحاله هاي بنقول انه ايش دونت كير الفاليو، وهذا بيعتمد على ايش طبعا حسب نوع الانستركشن، بيعتمد حسب نوع الانستركشن اوكي. الان لما نوصف الفانكشن تاع الانستركشن في نقطه مهمه جدا رايحين ان شاء الله انه نستخدم عباره asserted وdeasserted. ليش احنا كنا 220 طبعا كنا في المحاضرات السابقه 220 كنا نستخدم ايش 0 و 1 هاي لو سيجنال ولا لا مش كنا نستخدم، الان in our discussion راح نستخدم كي سيجنال asserted او deasserted. ليش؟ لانه حقيقه في عندنا شيء اسمه بوزيتيف لوجيك وشيء اسمه نيجاتيف لوجيك اوكي، ف when we say لما نقول على انه signal is asserted a given control signal is asserted معناها انه specify that the control signal should be ايش should be driven logically high logically high. في البوزيتيف لوجيك باي ذا واي logically high معناها انه 1 logically low معناته ايش 0. طبعا في عندنا نيجاتيف لوجيك بعض الاحيان في الامبلمنتيشن، هذا الحكي في الامبلمنتيشن مهم جدا نعرف انه في الهاردوير امبلمنتيشن انه sometimes ال1 represents اللوجيكالي هاي، لاحظ لوجيكالي ايش؟ هاي. بعض الاحيان بقول لك represents لوجيكالي لو، فمشان نتحاشى هذا الموضوع انه هل نستخدم نيجاتيف لوجيك ولا بوزيتيف لوجيك
ولا انه الوان تمثل لوجيكالي هاي ولا ريبريزنت لوجيكالي لو، فنستخدم اسيرتد وايش؟ ودي اسيرتد. اذا بعيد بكرر بقول انه لما نقول على انه وي ونت تو اسيرت ا جيفن كنترول سيجنال او شود بي اسيرتد، معناه انه ايش؟ شود بي ذا كنترول سيجنال شود بي ايش؟ دريفن لوجيكالي هاي، بغض النظر انه لوجيكال هاي 1 ولا لو ولا 0، اوكي، بغض النظر عن البوزيتيف لوجيك ولا نيجاتيف لوجيك. فاذا في شرحنا كله في الكتاب طبعا كله مستخدم اسيرتد ودي اسيرتد فور ذيس ريزون. اذا هذا السبب ليش احنا نستخدم 0 1، نستخدم دي اسيرتد واسيرتد. فراح ان شاء الله نشوف كل سيجنال من هاي السبع سيجنالز. احنا شفنا الاي ال يو 1 والاي ال يو 0 كيف استخدمناهم تو جنريت ذا كنترول سيجنالز فور ذا اي ال يو. الان راح نشوف السبع سيجنالز الثانيين، اوكي، اللي هم ريجستر، في عندنا ريجستر ديستنيشن، لاحظ في عندنا طبعا ريجستر ديستنيشن، اوكي، في عندنا ريجستر رايت كنترول سيجنال، اوكي، في عندنا كمان البي سي سورس، اوكي، في عندنا لاحظوا هنا الميموري ريد، في عندنا ميموري رايت، في عندنا ميموري تو ريجستر، اوكي، الي سورس، اوكي. فهي سبعة كنترول سيجنالز راح نشوف وظيفة كل واحدة شو بصير لما يكون اسيرتد ولما تكون دي اسيرتد، اوكي، لما تكون اسيرتد ولما تكون ايش؟ دي اسيرتد، اوكي. مهم جدا نعرف مشان ايش طبعا، لانه بعد ما نعرف هذا الحكي راح نشوف هاو وي سيت ذيس، اوكي، فور ايتش تايب اوف انستراكشن، للار تايب ولا طبعا الميموري اللود وورد ستور وورد والبرانش ايكوال. راح نشوف هاو تو سيت ذيس كنترول سيجنالز، اوكي. اذا الان راح ناخذهم واحده واحده، اوكي. راح نبدا ب ريجستر ديستنيشن، نشوف when it is deasserted. لاحظ ما معنى deasserted، ها، when it is ايش معناها؟ قبل شوي حكينا عنها، قلنا انه ايش؟ it is driven ايش؟ logically low deasserted، يعني ايش؟ تختار شو؟ تختار لي zero، اوكي، مش هيك هذا معناها، اوكي. So لاحظ وانا اذا بالنسبه register destination الايفكت when it is deasserted، لما تكون تختار zero، ها، شو معناها هنا؟ انه it means the input zero will be ايش؟ will be selected of the multiplexer. 2-1 multiplexer. The input zero will be selected. Okay. الآن in this case the register destination number، لاحظ register destination number. Okay. لاحظ على right register destination number. هذا المقصود فيه هنا. Okay. Register destination number max input zero. اللي هو جاي من هون. اللي جاي من هون جاي من هون. Okay. ماذا يعني هذا؟ يقول لك كمز فروم، تتذكروا 16 ل 20 شو قلنا عنهم؟ شو قلنا عنهم هذول 16 ل 20؟ قلنا الار تي 21 ل 25 شو قلنا عنهم؟ الار اس 11 ل 15 اللي هم ايش؟ الار دي. اذا جاي من ايش؟ من الار تي. هذا لما يكون ايش هنا؟ تكون دي اسيرتد. فاذا الريجستر رايت نمبر الادرس تاعه يعني موجود في البيتس هذول 5 بيتس، اوكي؟ لما ايش الايفكت؟ لما يكون ايش هون طبعا دي اسيرتد، يعني دي اسيرتد زي ما قلنا انه اختار ايش الانبوت زيرو للمالتيبلكسر. الان الايفكت وين ريجستر ديستنيشن، اوكي، وين يعني الايفكت وين ار جي، باي ذا واي اختصار لريجستر ديستنيشن يعني، اوكي، ديستنيشن هل هو جاي من الار تي ولا من ايش؟ من الار دي. الار دي فالايفكت وين اتز اسيرتد، يعني اختار الانبوت 1 جاي لهون اللي هو ايش؟ ريجستر ديستنيشن نمبر فور ذا رايت ريجستر. طيب في الحاله هاي ايش بكون هنا؟ الار دي. لاحظ الار دي ليش؟ للار تايب انستراكشنز، استخدم الار دي للار تايب انستراكشن. فبختار الادرس من وين؟ من البس 11 لايش؟ ل 15، اوكي، تمام. وطبعا اذا بدكم نشوف طبعا نشوف هذا الحكي اللي هو شفناه في السابق احنا البتس هذول انه 21 25 شفتوني الار اس قلنا بس الار تي، اوكي، وهذا الار دي. كما في داعي نرد نعيد نفسنا مره اخرى. اذا هذا بالنسبه ايش؟ للريجستر ديستنيشن، اوكي. الان بالنسبه للريجستر رايت، لاحظ ريجستر رايت
طبعا السيجنال هنا لما دي اسيرتد ما فيش اوبريشن، فيش رايت اوبريشن لما يكون دي اسيرتد. وان تيز اسيرتد لاحظ وان اسيرتد لما نكتب يعني اوكي وان تيز اسيرتد وات هابند ها ان ذا ريجستر اون ذا رايت ريجستر انبوت لاحظ هذا الريجستر رايت ريجستر انبوت اللي اخترناه سواء كان هنا ولا هذا اوكي هذا المقصود فيه الادرس تاعه هنا شو ماله ذيس ريجستر از ريتن لاحظ is written مكتوبه كيف مكتوب عليه okay with the value on the right data input ال value منين جاي إذن على ال right data input طبعا هاي ال value منين تكون جاية ها إما من الداتا ميموري حنشوف كمان شوي السيجنال هاي السيجنال هاي إما جاية من الداتا ميموري في حالة اللود ويرد أو جاية من وين ها أو جاية من وين لاحظ من وين جاية يلا حد يحكي من ال LU output اللي هي إيش في حالة ال R type operation. إذن by the way شوف يعني الآن بقدر أقول لك أنا شو value بالله شو value of the مثلاً هذا الريجستر على سبيل المثال شو القيمة تاعته مشان ال R type instruction مشان يختار لي إيش إنه ال destination تكون لل R type instruction. طوال بتقول لي لازم تكون تو إيش zero. شوف كيف كيف لازم تكون قيمته إيش اختار zero. فهذا راح نشوف إن شاء الله كمان شوي أول محاضرة الجاية إذا ما لحقناش. Okay. راح نشوف كمان شوي how we set these control signals how they will be set to 0 or to 1 depending on the instruction or on the operation. إذا هاي بالنسبة إيش للريجستر رايت اوكي الآن في عندنا الـ ALU source لاحظ الـ ALU source multiplexer control signal اوكي طبعا الـ ALU source شفنا انه اما بتكون ها جاي من هون لاحظ ها او بتكون جاي من وين من هون sign extension اذا فالـ ALU source when it is نقول عنه when it is deasserted لاحظ لاحظ الفيرست باي ذا واي الفيرست انبوت معروف اللي هو ايش read data 1 جاي من هون الفيرست انبوت للـ ALU الان بدنا نختار ايش للسكند انبوت للـ ALU فاذا if it is الـ ALU source لاحظ if it is deasserted يعني بختار هذا اختيار هنا okay if it is deasserted okay means انه ايش هنا the second ALU operand هذا السكند ALU operand comes من وين جاي from the second register لاحظ from the second هذا register file output اللي هو read data 2 اذا جاي ايش جاي من هون وراح نشرح بالتفصيل ان شاء الله نشوفهم لما نيجي راح ناخذ باي ذا واي الار تايب اللود والستور والبرانش ايكوال ونشوف الداتا باث كيف بيمشي من هون تتم اكسكيوشن للانستركشن شو الكنترول سيجنالز هاو ذي ويل بي ويتش ون ويل بي سيت اوكي لان وين ات از اسيرتد عرفنا اوكي وين ات از اسيرتد شو اللي بيصير لان وين ات از اسيرتد ها اليو سورس لاحظ وين ات از اسيرتد يعني بيختار هون الانبوت هذا اوكي 1 شو اللي بيصير هنا انه بقول لك the second ALU لاحظ second ALU input هذا اوكي okay. is the sign extended مش the sign extended ها lower 16 bits of the instruction طبعا هذا راح نشوف مشان ايش هنا مشان نحسب الادرس وراح نشوف بالتفصيل ان شاء الله اوكي okay. اذا هذا بالنسبه ايش لل ALU source الان control signal الرابعة اوكي اللي هي بي سي سورس لاحظ بي سي سورس كنترول سيجنال ان شاء الله رايحين كمان شوي نشوف كيف نضيف الكنترول يونت وكل شيء يصير مع الكنترول يونت والكنترول سيجنال نشوفهم بالتفصيل اوكي الان بالنسبه للبي سي سورس باي ذا واي البي سي سورس اوكي وين ات از دي اسيرتد لاحظ من اختار ايش بيختار زيرو اذا منين جاي بكون من البي سي بلس 4 اذا وين ات از دي اسيرتد ذا بي سي لاحظ هذا جاي من هون بي سي بلس 4 على زيرو يروح على ايش على البي سي اذا ذا بي سي اوكي النيو فاليو يعني المقصود هنا النيو فاليو اوف ذا بي سي اوكي تكون ايش بصير بي سي بلس 4 في حاله ايش لما تكون بي سي سورس شو تكون؟ تكون زيرو اوكي when it is the asserted تكون PC plus 4 الآن when it is asserted شوف
دستيات يعني تختار ايش، وانا تختار ال1. شوف مرات، شوف مرات نحط هنا الزيرو هون ال1، مرات نحط حطينا يعني الزيرو وال1، مرات حطينا هون الزيرو هون ال1، اوكي ما في مشكله. اوكي احنا بنعرف هذا الحكي كيف ناير الكونكشنز، ما فيها مشكله. الان when it is asserted في البي سي سورس، هذا بي سي، لاحظ البي سي الان شو قيمته بتصير؟ is placed by ايش؟ by the output of the، لاحظ of the adder، the output of the adder، okay which computes the branch target. بحسب ليش branch target، اخذنا هذا السابق، شفنا الرسمة كيف نعمل shift 2، shift 2 بس كي مضرب 4 كي نضيف ايش للبي سي بلس 4، اذا it is relative لايش قلنا؟ اذا قلنا relative to the next instruction، كيف بتكون relative؟ اوكي البرانش تارجت ادرس حسبناه هون بكون 32 بت صار. اوكي بالنسبه ايش هنا البي سي سورس السيجنال الرابعه. اوكي الان في عندنا السيجنال الخامسه، طبعا فيها الشيء اللي هي ميموري ريد، طبعا وين ات از دي اسيرتد ما بصير شيء، وين ات از اسيرتد نفس الشيء بالنسبه للميموري ريد طبعا، بس الميموري ريد بصير عمليه قراءه من هون، والميموري ريد عمليه ايش هنا؟ كتابه. Then when it is deasserted, nothing will happen. Memory. When it is asserted, memory, data memory, لاحظ ال contents اللي ال address تاعها طبعا by the input. Okay, لاحظ ال address تاعه هون موجود. شو ماله؟ Location هذا will be read. نقرأه. Okay. ماشي. Will be read. نودي على وين؟ على ال out. مشان ايش هذا؟ مين بيقدر يقول لي مشان ايش؟ يلا. ولا حدا ما لنا، مشان اللود انستركشن، عشان اللود انستركشن نقراه من مدي على الرايت داتا رايت هون. اوكي وين اتز ايش؟ وين اتز كلمة مريد اسيرتد، اذا وين اتز اسيرتد داتا ميموري كونتنس اللي هي الادرس تاعه اللوكيشن بكون على الادرس فيلد هنا. اوكي از سيلكتد اند ايش ويل بي جيتد تو ذا رايت داتا اللي هو ايش؟ اللي هو قلنا اللود، اسمه اللود انستراكشن، لود وير انستراكشن. اوكي الرايت كمان طبعا في الرايت نكتب، لاحظ هنا الادرس اما للريد ولا الرايت الادرس. اوكي لما يكون دي اسيرتد نثينج ويل هابن بالنسبه للرايت. الداتا ميموري لما يكون دي اسير، لما يكون اسيرتد طبعا لاحظ شو اللي بصير هنا، انه داتا ميموري كونتنتس اللي الادرس تاعه على الادرس فيلد هنا، الادرس لاين هنا. اوكي ماله replaced by the value on the right data، اذا will be replaced on the value the right data. شو هاي مين بدي اقول لهي الانستركشن؟ يلا مالنا ستور وورد، لاحظ اللود وورد مشان اقرا والستور وورد مشان نخزن. اوكي الستور وورد اللي هي موجود هون في الار تي، شنو الستور ناخذ من الار تي قلنا تذكروا ولا نسينا؟ تراجعوا راجعوا باستمرار. اوكي السيجنال الأخيرة وحكينا عنها طبعا قبل شوي. اوكي اللي هي ميموري تو ريجستر. اوكي لاحظ ميموري تو ريجستر كنترول سيجنال. Okay, this is memory to register control signal. And this signal, when it is, حكينا عن طبعا قلنا when it is deasserted، لاحظ هي deasserted، فالvalue القيمة طبعا fit to the register right، القيمة اللي جاية على register right لهون. Okay, register الادرس تاعه طبعا هون، لاحظ الادرس تاعه هذا register. Okay, مثلا ال RD مثلا register T0 فبقول على T0. Okay. فوين تز دي اسيرتد، لاحظ دي اسيرتد جاي من هون. اوكي شو بصير هون؟ انه ذا فاليو فيت تو ذا ريجستر رايت داتا انبوت من وين جايه؟ احكوا لي جاي من وين؟ من الاي ال يو. خلينا نعمل مشاركه كانه بالصف بنشرح من الاي ال يو. اوكي اما اذا كانت اسيرتد كيف بتكون جاي من وين هون؟ اوكي ذا فاليو فيت تو ذا ريجستر، لاحظ القيمه هاي اللي راحت على الريجستر هون تكون جاي من وين هون؟ من الايش؟ من الداتا ميموري، جاي من الداتا ميموري.
Okay.